تعرفوا إن مباني كتير في العالم فكرتها الأساسية متاخدة من البيضة؟ معماريين كتير في العالم بيستلهموا الأفكار اللي بيعملوها في مشاريعهم من حاجات موجودة في الطبيعة، مباني مهمة ومعروفة زي برج إيفل وأوبرا سيدني وغيرهم كتير. بس اللي انت ما تعرفوش هو ليه المعماريين بيعملوا كده، وده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. الطبيعة كانت ولا تزال هي الملهم الأعظم للفنانين وكمان العلماء والباحثين. يعني مثلاً مستحيل كنا نخترع حاجة زي الطيارات من غير ما نراقب حركة الطيور ونتعلم منها ومن أسلوبها في الطيران، ده غير الخفافيش اللي كانت سبب في تطوير الرادارات والسونار لما العلماء درسوها وفهموا أكتر إزاي كانت بتستخدم الموجات الصوتية في إنها تحدد أماكن الحاجات حواليها. أما بقى في العمارة فحدث ولا حرج. لو بصيت على العمارة المصرية القديمة في المعابد بالذات هتلاقي أجدادنا كانوا بيعملوا الأعمدة الكبيرة على شكل نباتات موجودة حواليهم في البيئة زي نبات البردي واللوتس وغيرهم. كمان الزخارف اللي كانت بتترسم على الحوائط مستوحاة برضو من الطبيعة. تروح للعمارة اليونانية تلاقي نفس الكلام بالظبط. عندك مثلاً العمود الكورنثي، التاج بتاعه هو تشكيل لمجموعة نباتات، والكلام ده مش زمان بس، لأ ده لغاية دلوقتي. في معماريين كتير بياخدوا أشكال من الطبيعة وبيحاولوا يطبقوها في تصميماتهم زي معبد اللوتس في الهند اللي اتبنى سنة 1986، واللي واضح جداً من اسمه إن المعماري صممه على شكل زهرة اللوتس. وكمان استاد بكين الوطني اللي اتفتح في 2008 علشان يستضيف الأولمبياد هناك هنلاقيه متصمم برضو على شكل عش الطائر، علشان كده بيسموه بيردز نيست. وعلى فكرة كل ده مش صدفة، لأ ده وراه سبب مهم جداً، وهو إن الإنسان دايماً بيحاول يعمل حاجة شكلها حلو، حاجة جميلة. وإحنا ممكن نختلف على مقاييس الجمال في أي حاجة، لكن كلنا بنتفق على جمال الطبيعة علشان كده دايماً بنقلدها. والتقليد ما كانش في الشكل بس، لأن شوية شوية ومع الوقت المعماريين بدأوا يبصوا للموضوع بشكل أعمق شوية وفهموا إن الطبيعة زي ما شكلها حلو فهي برضو أفضل مثال على الاستدامة، بتنتج الطاقة اللي هتستهلكها وبتستهلك الطاقة اللي بتنتجها. وده شجع المعماريين إنهم يدرسوها أكتر علشان يتعلموا منها. وهنا ظهر اتجاه جديد خالص في العمارة اسمه البايوميمكري. البايوميمكري أو المحاكاة الحيوية علشان الناس ما تتلخبطش، هي ببساطة إننا بنبص على الطبيعة وندرسها كويس جداً ونحاول نطلع منها أفكار نقدر نطبقها في حياتنا. والبايوميمكري في العمارة بالذات هو إننا نحاول نقلد الطبيعة دي علشان نرفع من كفاءة المباني اللي احنا بنصممها أو نبتكر فيها شيء جديد حلو جداً. بس علشان ده يحصل قدامنا طريقتين، الأولى إننا نعمل بحوث بيولوجية ندرس من خلالها خصائص وسلوكيات الكائنات الحية، نشوف شكلهم إيه، بيعملوا إيه وعايشين إزاي، وإيه المميز في كل نوع علشان نستخدم نفس صالحنا ونحاول نطبقه في العمارة. والطريقة التانية إن يكون فعلاً في مشكلة بتواجهنا ومش عارفين حلها، ساعتها بنحاول ندور على حاجة شبهها في الطبيعة علشان نتعلم منها طريقة حل المشكلة دي. والطبيعة ياما حلت مشاكل وفتحت بيوت بالمعنى الحرفي. البايوميمكري موجود في مباني كتير مشهورة زي أوبرا سيدني مثلاً اللي خدوا الفكرة الإنشائية بتاعتها من شكل البيضة، وده حللهم مشكلة كبيرة. وخلينا اشرح لك، أوبرا سيدني من تصميم يورين أوتسون، وزي ما انتوا شايفين هي عبارة عن تشكيلات غريبة من الخرسانة كده راكبة فوق بعض. ناس كتير بتشوف إنها متصممة بالشكل ده علشان تكون شبه أشرعة المراكب، لأن سيدني مدينة ساحلية والمعماري كان عايز يعبر عن ده. وناس تانية شايفة إنها شبه مجموعة سلاحف فوق بعض، بس ده مش موضوعنا، إحنا عندنا مشكلة أكبر، وهي إن التشكيل ده صعب جداً تنفيذه على أرض الواقع. المهندسين الإنشائيين ما كانوش عارفين إزاي يبنوا الكتلة دي في الحقيقة، مش قادرين يوصلوا للشكل النهائي اللي المعماري متخيله ومصممه. علشان كده كان مهم قوي يشوفوا أشكال مشابهة ليه في الطبيعة، والفكرة جات لهم من البيضة، أو بالأخص قشرة البيضة نفسها اللي على الرغم من إنها رقيقة جداً ورفيعة إلا إنها بتقدر تستحمل أوزان كبيرة جداً. وجرب معايا، لو مسكنا البيضة بالشكل ده وضغطنا عليها هتتكسر بسهولة جداً، بس لو عكسنا الاتجاه وضغطنا عليها برضو هنلاقي صعب جداً إنها تتكسر مع إنها نفس القشرة بنفس السمك، مفيش حاجة اتغيرت. بس لو ركزت شوية هتلاقي إن السر هنا في المنحنى بتاعها اللي بيقدر يوزع الأحمال بشكل متساوي في الاتجاهين، لدرجة إنهم جربوا فعلاً ورصوا مجموعة من البيض جنب بعض بشكل عمودي وحطوا فوقيهم لوح إزاز، والبيض ده
قدر يشيل لغاية وزن عربيتين فوقيه. نفس البيض ده اتكسر على طول لما ضغطوا عليه بسلك في الاتجاه الأفقي. بس اوعى حد يعمل التجربة في البيت، البيض بقى غالي قوي اليومين دول. المهم من هنا ظهر طريقة جديدة في البناء اسمها الشيل ستراكتشر، بتكون عبارة عن طبق رفيعة جدا من الخرسانة المسلحة بس بيكون فيها منحنى كبير، وبالشكل ده بتقدر تشيل وزنها من غير أي مشاكل. وهي دي الطريقة اللي اتعملت بيها أوبرا سيدني وطبعا مباني تانية كتير. خلاص كده؟ لا استنى لسه. برج إيفل، خلينا أقولك إن برج إيفل رغم كل الحديد اللي موجود فيه إلا إنه واحد من أخف الأبراج وزنا في العالم كله. وعلشان تتخيلوا معايا قد إيه هو خفيف، هنلاقي إننا لو جبنا الحديد المستخدم في بناء البرج بالكامل وسيحناه وصبناه تاني على هيئة بلوك مستطيل بنفس أبعاد قاعدة البرج، هنلاقي إن ارتفاع البلوك ده مش هيزيد عن 6 سنتي بس، متخيلين؟ ورغم كده فهو متين جداً، وده بسبب الطريقة اللي تنفذ بيها، اللي هنلاقي المهندس استوحاه برضه من حاجة طبيعية، وهي شكل عظمة الفخذ في جسم الإنسان. الفخذ لوحده بيشيل حوالي 60% من وزن الجسم، ومع ذلك عظمة الفخذ نفسها خفيفة قوي. والسر هنا في تكوينها، لأن لو ركزتوا فيها هتلاقوها عبارة عن أنابيب صغيرة جواها أنابيب أصغر جواها أنابيب أصغر. التكوين ده هو اللي ادها المتانة والقوة، وده اللي لاحظه جوستاف إيفل وحاول يقلده في البرج بتاعه. بدأ يستخدم قطاعات حديد على شكل حرف إكس، وكل قطاع بيتكون من مجموعة قطاعات أصغر، والقطاعات الصغيرة بتتكون من قطاعات أصغر منها وهكذا. وقدر بالطريقة دي يبني أمتن وأخف منشأ حديدي وقتها، وهي دي العبقرية. دلوقتي احنا عرفنا نقلد الشكل وكمان قلدنا الوظيفة، كل ده حلو، بس لسه في تاني، لأن في معماريين بقوا بيدرسوا إزاي عناصر الطبيعة دي بتستجيب للظروف المحيطة ويحاولوا يطبقوا ده في المباني. احنا عارفين إن كل الكائنات الحية تقريبا بتتفاعل مع الشمس بشكل أو بآخر، وتفاعل بعض النباتات مع الضوء كان مصدر إلهام في المعمار. بنلاقي مثلا في أبراج البحر في أبوظبي هنلاقي فيهم مشربيات ذكية بتفتح وتقفل أوتوماتيك على حسب مكان الشمس وقوة الأشعة، زي ما أزهار مجد الصباح بتعمل بالظبط، وده بيظبط الإضاءة جوه المبنى وكمان بيوفر 50% من الطاقة المستهلكة للتبريد. ده غير في ألمانيا هنلاقي بيت ذكي بيتحرك 180 درجة وبيمشي ورا الشمس زي ظهر الدوار الشمس، وفي من فوق خلايا شمسية بتوفر له كل احتياجاته من الطاقة. هو ده اللي المعماريين عايزينه، نستوحي من الطبيعة علشان نعمل مباني أحسن. علشان كده هنلاقي إن في شركات ومكاتب معمارية كبيرة بيستعينوا بعلماء أحياء في فريق البحث والتطوير بتاعهم علشان يطلعوا أفكار جديدة للتصميم. مجالين كان ممكن تحس إنهم بعيد عن بعض جداً قبل الكلام اللي عرفناه النهاردة، بس دلوقتي اتأكدنا إنهم أقرب بكتير مما نتخيل. علشان كده مهم قوي إننا نختار، يا إما نتجاهل الطبيعة وما نحطهاش في الاعتبار ونصمم اللي إحنا عايزينه وبالشكل ده العواقب هتكون كارثية، يا إما نتعلم منها ونتأقلم معاها ونكون جزء حقيقي منها، وبكده هنحقق المفهوم الأشمل للاستدامة ونقدر نعيش لأطول وقت على الكوكب ده من غير ما ندمره. علشان كده البيوميميكري هو واحد من أهم الحلول اللي ممكن تنقذنا. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لايك وشير للحلقة، وخلونا دايما نتناقش في الكومنتات. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.